جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن سألوه سؤالا فقالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، عايزين نعرف بداية الحياة، بداية الدنيا، بداية البشرية كان أساسها إيه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. فالبداية هنا أن الله عز وجل كان موجودا وكان يوجد كل شيء، ومعه وكان موجود العرش على الماء سبحانه وتعالى، ثم خلق السماوات والأرض. بعد خلق السماوات والأرض كانت توجد الملائكة، خلق الله عز وجل الملائكة، وقيل إن أول ما خلق كان جبريل وميكائيل وملك الموت، ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل الجن ومنهم إبليس، ثم مكث الجن في الأرض مدة 2000 عام فأشاعوا فيها الفساد وأكثروا فيها القتال، فأرسل الله عز وجل جندا من الملائكة وكان معهم إبليس، لأن إبليس في ذلك الوقت كان كثير وشديد العبادة لله سبحانه وتعالى، مع أنه لم يكن من الملائكة كما سنوضح بعد ذلك. فجاء هؤلاء الجند من الملائكة وأخذوا الجن وأجلوهم عن الأرض وأبعدوهم إلى جزر البحار، وهنا كان لابد من خليفة على وجه الأرض ليعمرها وينشئ فيها الخير ويبين للناس منهج الله عز وجل وكيف يعبدون الله عز وجل في الأرض. فكانت بداية خلق آدم عليه السلام بعد خلق الجن 2000 عام. تحدث القرآن الكريم عن خلق سيدنا آدم في سورة البقرة في أول قصص القرآن، فقال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا أوجد الله عز وجل خليفة، يعني إنسان بشر يخلف بعضهم بعضا على وجه الأرض ليقيموا شريعة الله ومنهج الله على وجه هذه الأرض. فسألت الملائكة الله سبحانه وتعالى سؤالا ليس للاعتراض ولا للتنقيص والاحتقار، وإنما سؤال للاستكشاف والاستعلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لأن هناك تجربة سابقة وهي تجربة الجن الذين مكثوا على الأرض فأكثروا القتل وأشاعوا الفساد وانتشرت الجريمة فيما بينهم، ستأتي بخلق آخر يفعلون مثل ما كان يفعل السابقون من الجن. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه كانت تجربة الملائكة، وهذا دليل أيضا على أن الجن كانوا موجودين على الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام. خلق الله عز وجل سيدنا آدم عليه السلام بعد وجود الجن 2000 عام. كيف خلق سيدنا آدم عليه السلام؟ ومن أي مادة خلق؟ طبعا نعلم كلنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق آدم أرسل جبريل إلى الأرض ليأخذ قطعة من الطين ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، فنزل جبريل إلى الأرض فاستعاذت الأرض بالله سبحانه وتعالى من أن يأخذ جبريل منها شيئا فينقص منها شيئا أو يشينها، فاستجاب جبريل لطلب الأرض ثم صعد إلى الله وقال لله سبحانه وتعالى لقد استعاذت بك فأعزتها، أي استجبت لطلبها. فأرسل الله سبحانه وتعالى ميكائيل مرة أخرى وقال له خذ قطعة من الأرض، فعندما نزل حدث معه ما حدث مع جبريل عليه السلام، فأرسل الله عز وجل ملك الموت، فجاء ملك الموت ليأخذ قطعة من الطين فاستعاذت الأرض كما استعاذت مع جبريل عليه السلام، فأخذ ملك الموت قطعة من الطين وقال أعوذ بالله من أن لا أنفذ أمر الله سبحانه وتعالى،
فأخذ قطعة من الأرض من أكثر من مكان، يعني نوع الطين لم يأخذ من مكان واحد، فلذلك جاءت البشرية بعد ذلك منها الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك. يبقى إذن خلق آدم عليه السلام من طين أو من طين لازب. هذا الطين الذي صعد به ملك الموت إلى السماء ومكث به هذه المدة تحول إلى تراب، فوضع عليه الماء بعد ذلك فتحول هذا التراب إلى طين لازب، يعني يلزق بعضه ببعض، يلتصق بعضه ببعض بقوة. وهذا ما قال الله عز وجل عنه في القرآن من طين لازب. فخلق الله عز وجل آدم من هذا الطين مدة 40 سنة على هيكل طيني، على شكل هيكل طيني. طبعا كلنا نعلم أن هناك من الناس من يسأل هل خلق آدم طفل ثم كبر شابا ثم صار شيخا كبيرا، أم خلق من البداية بشرا رجلا كبيرا على سن الرجولة التي يستحقون فيها النبوة وهو 40 عام. والله يعني لم يرد في هذا الأمر دليل يقول أنه خلق طفل ومر بمراحل الكبر التي يمر بها كل البشرية، وإنما الوارد أن سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه الله عز وجل بيده من طين جعله مدة 40 عاما على هيكل طيني فقط، وكانت الملائكة تمر بهذا الهيكل ويعجبون له، ولكن كان الشيطان كلما مر على هذا الهيكل الطين الذي خلق منه آدم كان يضربه فيصدر الطين صوتا كصوت الصلصال، كان يصدر صوتا كصوت الصلصال. لذلك كان قال الله عز وجل في القرآن على خلق آدم من صلصال، ليه؟ لأنه يصدر ذلك الصوت. ثم بعد ذلك بعد مدة 40 سنة نفخ الله عز وجل في آدم الروح، نفخ فيه من روحه، فصار آدم من طين إلى بشر، إلى إنسان أراده الله عز وجل على هذه الكيفية. طوله 60 ذراع، عرضه 7 أذرع، وأمر الله عز وجل ملائكته بالسجود له. لما جاء الوقت الذي أراد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح في آدم عليه السلام، أول ما نفخ الروح نفخها في رأسه، فعندما جاءت الروح في رأسه عطس آدم عليه السلام، فلما عطس قال الحمد لله، أو قالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل له يرحمك ربك. ومن هنا كانت السنة بعد ذلك في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كلما عطس إنسان يقول الحمد لله، فيقول له من بجواره يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعد ذلك بدأت الروح تأتي من رأس آدم عليه السلام إلى عينيه، فعندما جاءت الروح إلى عينيه ونظر فكان أول ما رأى، رأى ثمار الجنة التي أسكن فيها. ثم بعد ذلك جاءت الروح إلى بطن آدم، فلما جاءت في بطنه وقع في بطنه الجوع فأراد أن يأكل. ثم بعد ذلك جاءت الروح إلى رجليه، فلما جاءت إلى رجليه تعجل آدم بسرعة إلى ثمار الجنة ليأكل منها. وهنا كانت سنة الإنسان بعد ذلك، وخلق الإنسان من عجل. الإنسان دائما يتعجل الخيرات ويتعجل الأشياء الجميلة التي يريد أن يحصل عليها. بعد أن تم الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على هذه الكيفية التي أرادها الله، جاء الأمر الإلهي إلى الملائكة اسجدوا لآدم. أمر الله عز وجل ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام. لكن هنا يكون السؤال، هل الأمر بالسجود من الله سبحانه وتعالى كان لكل الملائكة، أم كان لنوع معين فقط من الملائكة وليس كل الملائكة؟ والإجابة أقول أن هناك رأي للعلماء. الجمهور على عموم الآية أن الله عز وجل أمر كل الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام عندما قال فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي اسجدوا للملائكة لآدم عليه السلام بمجرد أن أنفخ
فيه الروح. الرأي الثاني قال: لا، الملائكة التي أمرت بالسجود لآدم عليه السلام هم الملائكة التي تتعامل مع البشر بعد ذلك في الأرض، حتى يكون هناك معرفة سابقة ويكون هناك ألفة بينهم، مثل الملائكة الحفظة والملائكة الكتبة والملائكة الذين يدبرون الأمور لما ربنا قال عليهم فالمدبرات أمرا. المهم عموم الملائكة أو مجموعة معينة من الملائكة، المهم أنهم استجابوا لله سبحانه وتعالى فسجدوا لآدم تعظيما لآدم، لا، وإنما تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن السجود لغير الله سبحانه وتعالى والتذلل والخضوع لغير الله لا يليق أبدا إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن لغير الله أمر منهي عنه، لكنهم سجدوا تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. فكان الأمر هنا للملائكة، كانت الاستجابة من الملائكة احتراما وتقديرا وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى وليس لشخص آدم عليه السلام. كان هناك مخلوق آخر يوجد بين الملائكة وهو إبليس. هل كان إبليس مأمور أيضا بالسجود لآدم؟ وهل كان إبليس ملك من الملائكة فيدخل في عموم الملائكة التي أمرت بالسجود، أم أنه لم يكن من الملائكة؟ طب إذا كان إبليس ليس من الملائكة، فكيف يعاقب ويعاتب على عدم سجوده لآدم مع أنه ليس منهم؟ والأمر كان لعموم الملائكة فقط. هذا نعرفه بعد أن نعرف أولا آدم عليه السلام أين كان يسكن؟ كان يسكن في الجنة. قال الله عز وجل: وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم كان يسكن الجنة، لكن أي جنة كان يسكنها آدم عليه السلام؟ هل جنة في السماء أم جنة في الأرض؟ هل كانت جنة من الجنان التي خلقها الله ونعرفها وسندخلها في الآخرة نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، أم كانت جنة عادية مرتفعة عن سطح الأرض قليلا؟ آراء للعلماء في هذا الأمر، منهم من قال أن الجنة التي كان يسكنها آدم هي جنة الخلد أو جنة المأوى التي خلقها الله في السماء وادخلها آدم هو وزوجته حواء بعد أن خلقت من ضلع آدم، أو خلقت من نفس الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام كما اختلف المفسرون في هذا الأمر. الشاهد أنها في جنة المأوى أو في جنة الخلد. طيب إذا كانت في جنة المأوى وجنة الخلد، فكيف كان يسكن إبليس الجنة؟ نقول العلماء في هذا الأمر عندما قالوا أن الجنة المرادة في الآيات أسكن أنت وزوجك الجنة، أن الجنة هي جنة الخلد أو جنة المأوى، فآدم كان يستقر فيها على سبيل الاختبار، على سبيل الابتلاء، على سبيل الامتحان فترة معينة، وسيهبط لا محالة إلى الأرض لكي يعمرها كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإبليس لم يكن يسكن فيها، وإنما كان يمر بها مرور فقط وليس سكن واستقرار فيها. كما أن إبليس أيضا كان مشهور عنه أنه كان يلقب بطاووس الملائكة مع أنه كان من الجن كما جاء في القرآن الكريم: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خالف أمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الكلام، هذا هو الرأي الأول وهو رأي الجمهور، أن الجنة التي كان يسكنها آدم هي جنة الخلد أو جنة المأوى في السماء. رأي آخر قال: لا، الجنة التي كان يسكنها آدم عليه السلام هي جنة في الأرض، في مكان مرتفع من سطح الأرض، عبارة عن بساتين وأشجار وأنهار، وفيها كل ما يشتهيه الإنسان، لكنها أبدا ليست الجنة التي في السماء وسندخلها في الآخرة. وهؤلاء استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الجنة التي أرادها الله لآدم، قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها، يعني لا يصيبك حر الجوع الألم في بطنك، ولا تعرى، يعني لا يصيبك حر الألم الظاهر الخارجي
وهو العري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها، يعني لا تشعر بألم داخلي باطني وهو العطش، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تشعر بشدة الحرارة في وقت الضحى وهو الألم الخارجي. ومعلوم أن جنة الآخرة ليس فيها كل هذا. معلوم أن آدم كان ينام وجنة الآخرة ليس فيها نوم. معلوم أن آدم عليه السلام أتاه إبليس وجنة الآخرة ليس فيها إبليس، فاستدلوا بكل هذه الأدلة على أن آدم كان يسكن في جنة غير جنة السماء، وهي جنة في الأرض لكنها في مكان مرتفع عن سطح الأرض قليلا. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.